مواهب خطت بأناملها لوحات أظهرت إبداعهم وأبهرت أعين الزائرين، وطموحاتهم ترتقي إلى العالمية إذا ما توفرت أسباب النجاح من دعم وتشجيع من قبل المؤسسات التخصصية. إذا ما علمنا أن التشجيع اقتصر على أفراد عوائلهم. هو أني تطورت عندي من الطفولة، يعني انولدت هاي الموهبة، فأهلي دعموني إنه المود أطورها، فحبيت إنه أشارك، فطورت منها وقمت أدخل معارض بسيطة، لأن إحنا بسامرة معروفة ما مو ذيك المعارض القوية، فقمت أدخل بسامرة فسويت هذا المعرض. من قالت لي المديرة ماتي قالت لي أدخلي بي، يعني موهبتك حلوة، فحبيت إنه أدخل وأشوف موهبتي للعالم. أنا طموحي بالمستقبل أصير رسامة مشهورة عالمية طبعا. غياب القاعات المخصصة لعرض هذه الأعمال الفنية دفعهم لإقامة هذه المعارض في ممرات المدارس التي تفتقد لأبسط المقومات من إضاءة ودرجة الحرارة المعينة وجدران العرض وشروط أخرى. والله هو إن شاء الله يقولون أكو دعم، بس يعني ما ندري إحنا إيه، بس المدرسين وهاي دعمونا الحمد لله والشكر. يرجى انه مثلا يسوونه بالمدارس مثلا معرض مال رسم، يعني يعني معرض شخصي، بحيث الناس يجون يتعلمون بيه اللي عندهم موهبه يطوروها، يعني ويكون مدرسين وادوات لازم موجوده، سواء كان مائي او زيتي او غير شيء، يعني واحد لازم يطور، ولازم خاصه يعني بمجتمع سامره، لانه اكو مواهب كثيره هنا كلش حلوه وكلش زينه، فواحد كلش حلو إذا يطورها ويشتغل عليها ويتعب عليها، لأنه راح يصير كلش إبداع. مختصون أكدوا ظهور مواهب شبابية في العديد من الفنون التي تحتاج إلى الدعم والاعتناء لصقل هذه الطاقات، وإذا ما توفر هذا الدعم فإنهم ماضون للنجاح في المحافل الدولية. ظهرت كثير من المواهب الفذة والشبابية البحتة، وهناك ظهرت مواهب من جميع الفنون التشكيلية، ومع العلم هذا المعرض اختص بفن الرسم، إن دل على شيء إنما يدل على هناك أنامل ومواهب واسعة موجودة تحتاج إلى الدعم الحكومي من جميع المنظمات، فلابد أن النبتة اليانعة أن تحتاج إلى الاعتناء. أنا متأكد كل التأكد هذه الأنامل ليس على مستوى سامرة ولا على القطر العراق، وإنما على مستوى الأرجاء المعمورة. لقناة صلاح الدين محمد السامرائي، سامراء.